بيتكلم فيلمنا النهاردة عن مجموعة من الغواصين بينقبوا عن كنوز مدفونة تحت البحر في سفينة غرقانة من سنين، وده كان في سنة 2009. وبيفضل والتر هو قائد الطاقم مصمم الغواصين ينقبوا عن صندوق معين مهم بالنسبة لوالتر، وأول ما بيلاقوه بيتفاجئوا إن الشرطة الأسبانية محاوطاهم من كل مكان وبيصدروا منه الكنوز والصندوق اللي طلعوه، بحكم ان دي ممتلكات خاصة بالحكومة الاسبانية. بعد اللي حصل ده بسنة بيتحكم في القضية بتاعت والتر ان كل حاجة طلعوها من البحر بعد سنين تعب وبحث هتكون ملك الاسبانية، وان هيتم حفظها في اكتر خزنة امنة في البنك المركزي الاسباني. وبيكون والتر مستاء من اللي حصل وحاسس ان اتسلب حقه بعد مجهود سنين. بنروح بعدها للندن وبالتحديد في جامعة كامبريدج، وبيكون في اجتماع معمول لطالب عمره ما يتعداش ال 22 سنة، وهو توم شخص نابغ في العلوم الهندسية وبيكون ابن صاحب أكبر شركة لتكرير البترول، وبيترد على توم أوفرات للشغل بعد لما عمل بروجكت جذب انتباه شركات كتيرة ليه، لكن توم بيرفض العروض لأنه حس إن مفيش أي شركة من الشركات دي طريقة تفكيرهم قريبة منه. وبيكون بابا متضايق جدا من الفرص اللي ابنه قاعد بيضيعها، وفي وسط الحوار بيلاقي توم حد بيبعت له رسالة بأنه عايز يقابله، وبيقوم توم من مكانه وبيلاقي كارت دعوة في جيب الجاكيت بتاعه، ولما بيروح على المكان بيلاقي واحدة مستنياه وبتتصرف بطريقة غريبة، وإنها بتروح تسلم على واحد وبتخليه يمضي على ورق، وفي وسط ده بتسرق المحفظة بتاعته من غير ما يحس، وبيستغرب توم من تصرفاتها، ولما بيسألها هي ليه عملت كده بتقوله ان هي ما عملتش حاجة وان هو اللي عمل كده، وبيرجع توم المحفظة ليها وبيقولها ان هو مش عايز يتورط في اي حاجة، وبتقوله ساعتها انه ما قدموش غير ان يرجع المحفظة بنفسه للراجل ويفضل مواطن صالح او يجي معاها. وبيروح توم معاها وبيقابل والتر وبيعرفه بنفسه، وبيعرض والتر على توم وظيفة وهو انه يساعده في فتح خزنة موجودة في اكتر مكان امن في العالم، وساعتها توم بيضحك ومبقاش مستوعب اللي والتر بيطلبه منه وبيقوله انه مهندس ايه اللي يخليه يتورط في حاجة زي كده. ساعتها والتر بيقوله ان بسبب البروجكت اللي هو عمله وطريقة تفكيره المختلفة ده اللي خلاهم يفكروا انه يستعينوا بيه، لان الخزنة دي مختلفة عن بقية الخزن، وان الخزنة دي عمرها 80 سنة ومحدش قادر يعرف لغاية دلوقتي الميكانيزم اللي هي شغالة بيها، عشان كده هي تعتبر من اكتر خزن العالم امان وتعقيد في نفس الوقت. وساعتها بيقعد توم يبحث عن اي معلومة تخص الخزنة وبيحس بالفضول والتحدي وبيقبل يخوض المغامرة، وبيروح تاني يوم على مدريد وبيعرفه والتر اول ما بيوصل على الفريق ان ده كلاودي الهاكر، وده جيمس صديق والتر من 10 سنين وضابط متقاعد في الجيش البريطاني والمسؤول عن عمليات التخطيط للدخول والخروج من البنك، وان ده سايمون المسؤول انه يجيب اي معدات وادوات الفريق محتاجها. لكن الفريق ما بيكونش مقتنع بوجود عيل زي توم وسط ناس كبيرة فاهمة هي بتعمل ايه، لكن ما بياخدش توم دقايق وبيثبت لهم انه الشخص المناسب للمهمة، وده من خلال ان الهاكر كان عايز يخترق النظام بتاع البنك لكنه ما كانش قادر يحقق ده، وبيقترح عليه توم ساعتها انه يتواصل مع موظف بره البنك كأنه بريد صوتي للبنك، وانه عنده رسالة صوتية محولة وعشان يسمعها لازم يدخل الرمز البريدي، ولما الموظف بيعمل كده بيقدروا يدخلوا على السيستم المراقبة بتاع البنك، وطبعا بينبهر الكل بمهارات توم. وبيقعد والتر يتكلم مع توم ويشرح له هما يسرقوا ايه بالظبط، واللي هيسرقوه كالتالي: ان الصندوق اللي والتر هيموت عليه ده فيه 3 عملات معدنية منقوش عليهم احداثيات لموقع التاج الملكي الانجليزي، وان والتر ما بيعملش كده لانه محتاج فلوس، هو عنده شغف وهواية البحث عن المقتنيات الثمينة والتاريخية زي الناس اللي عندها شغف الكورة، وان هي تتفرج وتهتف لفوز لعيب لهم يعرفوه ولا هو يعرفهم
بس بالنسبة لهم فوز الفرقة اللي بيحبوها بيخليهم سعداء، وبيبدأوا يدرسوا البنك وانه مؤمن بشكل مبالغ فيه، وانه متغطي بكاميرات المراقبة والسنسورز في كل زاوية، وان اي حركة مش مظبوطة بيوصل قوات الجيش في لحظة، لان مقر الجيش الاسباني موجود في نفس الشارع. ومش كده وبس، ده كمان في واحد اسمه جوستافو رئيس الامن، وكان شغال قبل كده في القوات الخاصة بمكافحة الارهاب، كلب حراسة في نفسه، شخص عنيف جدا، ولو تم اكتشاف امرهم هتتلغي العملية. يعني من الاخر كده هي مش انبوسيبل في نفسها قوي. وبيسألهم توم هما يدخلوا البنك منين، وبيقولوا له عن طريق انفاق موجودة تحت الارض، لكن جيمس وسايمون لسه بيدوروا على المدخل الصحيح اللي يوصلهم للبنك. وفي النهاية هيبقى الاعتماد الكلي بعد الفرهدة دي على توم انه يحل لغز الخزنة ويعرفوا ازاي يفتحوها. وساعتها بيطلب توم انه عايز يشوف الخزنة على الحقيقة، وبيقولوله انهم هيروح البنك بكرة كمرحلة اولى، وانهم هيدخلوا متنكرين كعمال نظافة، لكن بتواجههم مشكلة، وان جيمس مش هينفع يدخل البنك لان نظام الامن هيتعرف عليه، وانه متسجل عندهم على السيستم انه من القوات الخاصة البريطانية، والمفروض ان مهمة جيمس هو استخدام جهاز لقراية مغناطيسية اللي هتوريهم محتوى الخزنة والمواد المصنوعة منها. وهنا بيقترح توم انه يروح هو مكانه، وانه بيعرف يستخدم الجهاز بحكم انه مهندس. وبيروح توم وسايمون على البنك تاني يوم، وبتروح لورين وهي العضو الخامس في الفرقة على اساس ان هي مسؤولة عن سلامة اللوحات المتعلقة في البنك، وبيقابلها جوستافو وبتخليه يمسك كوبايه القهوة بتاعتها عشان تقدر ترفع البصمات بتاعته، لان الباب اللي بيودي على الخزنة بيكون شغال ببصمته. في نفس الوقت ده بيروح سايمون على قطة الاي تي، وبيركب جهاز يقدر يخلي الهاكر يتحكم في كاميرات المراقبة. وبتروح لورين على أوضة المكتب اللي موجود فيها اللوحة الأولى، واللي موجود ورا اللوحة دي خزنة صغيرة موجود فيها مفتاح الخزنة اللي عايزين يسرقوها، وبتنسخ لورين المفتاح الأول بالجهاز اللي معاها. وبيروح توم على أوضة الاجتماعات وهي الأوضة اللي تحتها الخزنة بشكل مباشر، وساعتها بيحط الجهاز عشان يقرأ البيانات. في نفس الوقت ده بيدخل مجموعة من الناس اللي عندهم اجتماع في الأوضة، وبيكون توم محشور تحت الترابيزة والجهاز لسه محملش البيانات، وبتكون لورين انتهت من نسخ المفتاح الأول ودخلت الأوضة التانية عشان تطلع نسخة على المفتاح التاني. وفجأة بيلاقي توم الجهاز بيعلق، وبعدها بيكمل القراية، وبيتم إطلاق جرس إنذار للحريق، وبتحصل فوضى في المكان، وبتكون لورين لسه مخلصتش نسخ المفتاح التاني، وقوات الجيش موجودة في كل مكان، وبتضطر لورين ان هي تخرج بسرعة والمفتاح معاها، وبتسيب الخزنة مفتوحة. وساعتها بيسمع توم باللي حصل وبياخد المفتاح الاصلي من لورين، وبيرجعه على المكتب وبيرجع كل حاجة زي ما كانت. ولما حد من الامن بيشوفه بيتكلم توم معاه بالاسباني، وبيقوله انه كان بيسمع اغاني وهو بينظف المكتب وما سمعش جرس الانذار، ويبهر الفريق بقدراته للمرة التانية. وبكده بيكونوا قدروا ياخدوا بصمة جوستافو وينسخوا المفتاحين اللي يفتحوا بيها الخزنة، وكل اللي ناقص ان توم يحل لغز الخزنة واللي بيبقى موجود في القراية بتاعت الجهاز، والقراية بتوضح تفاصيل الخزنة وان في جزء من فوق ما بيبقاش واضح. وساعتها بيفهم توم ان الجزء ده خزان مية موجود فوق الخزنة بشكل مباشر، وان في انابيب متوصلة بالخزنة، وان فكرة الخزنة كلها عاملة زي الميزان بالظبط، ان الخزنة دي فيها مؤشر لو القراية اتحركت ساعتها بوابات الخزنة بتتقفل، وان انابيب المية بتتفتح وبتغرق كل حاجة فيها. وهم كده فهموا الخزنة شغالة ازاي، لكن الاصعب ازاي يتجاوز حاجة زي كده. وبيقعد يفكر توم ازاي يلاقوا حل. في نفس الوقت ده بيقدر يوصل جيمس وسايمون لأمر في الأنفاق، بيوصلهم للبنية التحتية للخزنة، لكن المشكلة ان الحيطان معمولة من التيتانيوم
وده هياخد أقلها 15 يوم عشان يقدروا يخترقوها ويوصلوا للي جوه الخزنة. في الوقت اللي الفريق كان بيفكر في تنفيذ العملية، كان كاس العالم بيتلعب، وأسبانيا كانت مبدعه في السنة دي، وكل الناس كانت بتنزل الشارع عشان تتفرج على الماتش في الساحة اللي قدام البنك بشكل مباشر. واللي بيكتشف والتر ان كاميرات المراقبة كلها كانت بتبقى موجهة على الناس في الساحة، وانهم عندهم فرصة انهم يدخلوا البنك من السطح بدل لما يدخلوا من الانفاق، وان اليوم اللي هينفذوا فيه المهمة هو نفس اليوم اللي هتلعب فيه اسبانيا نهائيات كاس العالم ضد هولندا. يعني هم قدامهم 100 دقيقة بالكتير عشان يقدروا ينفذوا المهمة، وبكون كده اتحلت مشكلة الدخول. في نفس الوقت ده بيكون في عامل تنظيف الموظف بيشتكي من عدم نظافة المكان ليه، فبيقول العامل انهم ممنوعين من دخول المكان بقالهم يومين. ولما بيسمع جوستافو الكلام ده بيعرف ان العمال اللي كانوا موجودين امبارح كانوا ناس مزيفين وان في حاجة غلط. ولما بيبلغ الإدارة باللي حصل بيقولوله انهم ما يقدروش ياخدوا اي اجراءات، وخاصة ان ماتش النهائي يقرب، وانهم ما يقدروش يعملوا اي حاجة ترعب السياح، وبيبدأوا يأمنوا البنك من جوه وبيراقبوا المكان تحسبا لأي حاجة غريبة تحصل. في الوقت ده بيكون توم قاعد بيفكر ازاي يخلي قراية الميزان ما تتغيرش لما يدخلوا الخزنة، وبيقدر يوصل توم لحل مشكلتهم، وهو انهم لو استخدموا نيتروجين سائل وانهم يجمدوا البنية التحتية للخزنة واللي هي الميزان، فبكده ما يقدرش يقرأ المؤشر ان في تغيير في الوزن. وبيجي يوم التنفيذ وبيستعد الكل، وبيروح والتر عند محل خاص بالتحف والانتيكات وبيشتري منه 3 عملات مشابهة للعملات اللي هو عايزها. وبيروح جيمس وتوم ولورين على سطح البنك وبيدخلوا من السطح وبيواجههم الهاكر يمشوا ازاي لحد ما بيوصلوا لمكان الخزنة، وبيفتحوها ببصمة جوستافو والمفتاحين اللي معاهم. وهنا بتبدأ مهمة سايمون اللي بيبقى موجود في البنية التحتية للخزنة، وبيرشها بالنيتروجين لحد ما بيتجمد وبيبان أثار التجميد على أرضية الخزنة، وبيدخلوا وهو بيقراش المؤشر أي وزن زيادة، وبكده بتنجح خطتهم بفضل عبقرية توم. وبيبدأوا يبحثوا عن ضلتهم لحد ما لورين بتلاقي الصندوق، لكن بيفاجئهم جيمس وبيثبتهم هما الاثنين، وبيقولوا لولتر ان الحاجة دي عمرها ما كانت ليه من البداية، وان هي ملك البريطانيا، وانه متقاعدش ولسه شغال لحساب القوات البريطانية العسكرية. في نفس الوقت ده بتبدأ أثار النيتروجين تختفي والمؤشر يرى ان في وزن زيادة، وبتتقفل بوابات الخزنة وبتتفتح بوابات المية، لكن جيمس بيبقى عامل حسابه وبيقدر يعوم جوه الأنابيب بتاعت المية، ولورين وتوم محبوسين ومش عارفين يعملوا ايه. وبتتحرك قوات الأمن ناحية الخزنة، والجيش بيبقى مترشع في كل مكان، ويبقى خلاص الخزنة بتتملي بالمية. وبيقول توم لسايمون انه يحط الأنابيب اللي استخدمها بتاعت النيتروجين وأي حاجة عنده فيها وزن على الميزان عشان يقرأ الوزن انه بقى على الآخر، والمية تقف وترجع لمكانها، وبتنجح الخطة فعلا. وبيقدروا يهربوا على آخر لحظة قبل ما جوستافو يوصل، وبيخرجوا من المبنى عن طريق شباك مكتب المدير، وبيكونوا لابسين لبس فريق أسبانيا وبيختلطوا وسط الحشود. ولما بيجي تاني يوم وبيكون جيمس في السفارة البريطانية عشان يسلم العملات طمعا في ترقية في وظيفته، بتكون المفاجأة ان الاحداثيات الموجودة على العملات بتوديهم لباريس، وان الكنز موجود تحت برج ايفل. وساعتها بتعرف واحدة منهم وهي بتكون على علاقة سابقة بولتر ان دي مش العملات الحقيقية، وان وولتر نصب عليهم، وان العملات الحقيقية موجودة مع وولتر، وان لورين بدلتها بعملات مزيفة لما كانوا بيسرقوا الصندوق، لان وولتر كان عارف ان في احتمالية ان حاجة زي كده تحصل. ولما بيدخل الاحداثيات الصحيحة بيجيب الموقع الحقيقي للكنز الملكي، وانه موجود في البنك المركزي في انجلترا. والى اللقاء
في عملية سطو جديدة وجزء جديد من الفيلم مليان تشويق ومغامرات أكتر. حبيت بس أفكركم، ياريت لو عجبكم الفيديو تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.